وهذه فرصه هذه جبنا الاولاد ديالنا مجموعه مدارس اقامه واحد يتعرفوا على المرافق ديال الوقايه المدنيه والمجهود اللي كتقوم بها هاد الناس هادو يعني في مختلف الميادين، وباش هما تما كيتعلموا الاخطاء يتعلموا يتحاطوا الاخطاء اللي يمكن يتعرضوا لها في المستقبل. وهذه فرصه ومناسبه للناس باش الاطفال والوليدات ديالنا يتعرفوا على المرافق كامله ديال الوقايه المدنيه، وبالخصوص يتعلموا يزيدوا يتعلموا الاخطار يمكن تعرض لهم ويتساعدوا عليها ويحتاطوا منها بحال الفيضانات الزلازل الى اخره. وكنشكرهم بزاف على المجهودات اللي كيقوموا بها، ونتمنى هذه الفرص يتكرر مره ماشي مع الوقايه المدنيه ماشي مع تنجيه الشرطه. يعني دابا المدرسه ولات الانفتاح ديال المدرسه على الامن الوطني على الوقايه المدنيه ومجموعه ديال المرافق ديال الدوله، وهذه مبادره جيده كنشكرهم كنحييهم عليها. السلام عليكم.